في الحقيقة مهرجان العلمين الجديدة مليء بالفعاليات الفنية والثقافية والرياضية، كل حاجة هتيجي في بالكم هتلاقوها في مهرجان العلمين، الحدث الترفيهي الأكبر في الشرق الأوسط حول آخر مستجدات وفعاليات مهرجان العلمين في نسخته الثانية. بتنضم لينا دلوقتي الإعلامية لمى جبريل المتحدثة باسم مهرجان العلمين. مساء الخير عليك يا لمى. مساء الخير على كل مشاهدين القناة الأولى. بمس قوي لما بطلع في القناة الأولى معاكم. احنا مبسوطين قوي ان انتي معانا كمان، وخليني في البداية بارك لك طبعا على الرول الجديد بتاعك، وفي الحقيقة هو في أهله فعلا، صادف أهله حقيقي يعني. أشكرك يا فسانت، كلك ذوق، أشكرك. احكي لنا يا لمى ايه الجديد اللي هيحصل في العلمين الفترة اللي جاية، كل كده المستجدات ايه هي؟ بصي، الحقيقة انه كل شوية بنعلن عن حاجات اجدد واجدد. الويكند ده طبعا معروف، يعني الحقيقة ده من اقوى الويكند في مهرجان العلمين. تكلمي عن عمرو دياب، تكلمي عن بداية مسرحية كريمة عبد العزيز، غير الاكتيفيتيز الرياضية، الانشطة الرياضية اللي كده شغالة. احنا عندنا اسبوع كمان حافل وقوي جدا بالنسبة للزيارات الرسمية من الوزراء المختلفين، كل يوم عندنا وفد وزاري مختلف. حقيقة انه تصريحات ومبادرات مهمة جدا بتخرج من مدينة العلمين عن شغل الحكومة الفترة الجاية، او مبادرة جديدة لخدمة الناس الفترة اللي جاية من مدينة العلمين. يعني شفنا ايه اللي حصل، يعني تكافل وكرامة، وزير التضامن قالت معلومات مهمة جدا، امبارح وزير المالية قال تصريحات هامة جدا طلعت ترند، يعني النهاردة وزيرة التنمية المحلية كانت موجودة. أول ظهور ليها بعد تسلمها حقيبة التنمية المحلية، وأول مرة تكلم في مؤتمر صحفي بعد ما تولت حقيبة التنمية المحلية. هي اتكلمت عن إصلاحات كتيرة جدا في الفترة اللي جاية، فحقيقة في كل يوم جديد وفي كل يوم كتير بيحصل من مدينة العلمين، خصوصا واحنا داخلين بقى على نص 8، فيعني كل شوية الحقيقة النشاطات بتزيد يوم عن يوم. والزيارات الحكومية أهميتها كمان إنه إحنا بنتكلم طبعاً إنه مدينة العلمين إحنا بنحاول نروج للسياحة وبنسوق لها من خلال المهرجان في الإسكوت والتانية، تاني نجحنا بشكل كبير بالأرقام من خلال الفنادق اللي مش بس في مدينة العلمين اللي فولي بوكت، ولكن كمان على الساحل، طريق الساحل كله نسبة الإشغال فيها كامل العدد. ولكن كمان فكرة ترسيخ إن دي مدينة 10 شهور في السنة أو طول السنة شغالة، المبادرات اللي بتخرج من هنا بتأكد إنه المبادرات دي مش بس هتبقى موجودة في كل محافظات الجمهورية، ولكن كمان هتبقى موجودة هنا. إذا كانت صحة، شباب، ورياضة ليها علاقة بالطلبة، يعني أي حاجة بتخرج من هنا هي علشان هنا جزء من مصر كلها وجزء من العيشة الدائمة بعد كده. فحقيقة ان احنا كمان بنشتغل على ده وكله خدمة المواطن يعني. اكيد. لما يمكن الاسبوع الخامس من المهرجان مليء بالاحداث والفعاليات الفنية كمان، استعدادات المهرجان للجمهور الكبير اللي هيحضر لحفل عمرو دياب عاملة ازاي؟ لا انت شايف ان حفلة عمرو دياب لغاية دلوقتي الناس بتدور على تيكتس، يعني بعد ما بقت او بعد ما اعلنا ان هي سولد اوت، الحقيقة نجاح رهيب من قبل حتى الحفلة ما تقام. تذكرتي بتعمل شغل جامد جدا جدا على الارض في كل الحفلات حقيقي، من خلال عمليه التنظيم، من خلال عمليه ان ما حدش يقف لحظه ولا يبقى فيه تكدس ولا يبقى فيه زحمه ولا يبقى فيه اكسبيرينس او تجربه وحشه لاي حد جاي، يعني اللي جاي الحفله او جاي يزور العلمين بشكل عام او جاي لاي فعاليه من فعاليات المهرجان. فالحقيقه انه تذكرتي طبعا بتعاون معانا يعني في إدارة مهرجان العالمين، شغالين شغل من بدري علشان حفلة عمرو دياب تخرج بأنجح شكل، الاكسبيرينس أو التجربة تكون سهلة، تكون حلوة، ما يبقاش في أي تكدس، مع إنها سولد أوت، يعني إحنا بنتكلم إن الحفلة خلاص مباعة بالكامل. فإحنا حريصين جدا إنه عملية التنظيم تكون يعني دقيقة إلى أقصى درجة. والحقيقه تقال انه اي حد يا جماعه جه حضر حفله من حفلات مهرجان العالمين هيشوف شغل شباب تذكرتي على الارض. مفيش حد يعني بيتأزم لحظة من كتر ما الشباب منظمين، وأنا دايما بقول إن هم نقلوا الشغلانة دي في حتة تانية الحقيقة. لما ما ينفعش تبقي معانا وما اسالكيش عن رب الاسره اللي عايز يحضر او الفعاليات الموجوده في العلمين الجديده من غير ما يحضر بقى حفله او مسرحيه او غيره او غيره، الفعاليات او الاكتيفيتيز الموجوده في العلمين بقى نفسها، الشواطئ، الشاطئ المجاني وغيره وغيره من يمكن الفعاليات اللي بتقدمها وزاره الثقافه مجانا في الممشى السياحي. احكي لنا اكتر عن لو في رب اسره دلوقتي بيتفرج علينا عايز ياخد عيلته ويروح من غير ما يحضر الفعاليات
الميادي، لكن بس يقضي وقت مع عيلته، ايه اللي ممكن يلاقيه هناك؟ بصي انا دايما يا باسانت بقول انه هنا صديقه جدا للعيله وصديقه جدا لفكره اليوم الواحد، سيناريو اليوم الواحد. بتعاون مع وزاره النقل، ودي من ابرز نجاحاتنا السنه دي في الدوره الثانيه، فكره التعاون والشراكه مع كل الوزارات ان احنا نقدم منتج بافضل شكل للمواطن. سيناريو اليوم الواحد، لو حد عايز يجي يوم واحد ويرجع الصبح، الاوتوبيسات بتخرج من القاهره ومن اسكندريه من اماكن معروفه باسعار مخفضه جدا، يقدروا يجوا هنا الاول البحر، الشواطئ العامه بمستوى جيد جدا. يعني انا عايز اقول لك ان سور الشاطئ العام في سور الشاطئ الخاص، يعني مش هقول اكتر من كده، نفس المستوى بنفس الجوده بنفس الخدمه بتقدم للشاطئين. وبعد كده في عندنا الفاستيف اريا او المنطقه اللي فيها احتفالات ترفيهيه، اللي فيها الالعاب واللي فيها الشاشات الكبيره واللي فيها شاشات العرض واللي فيها استجمام وفيها تمشيات، غير الكورنيش طبعا، المول اللي موجود عندنا، المسرح الروماني، معظم فعالياته بتبقى بدون رسوم اذا كانت المقدمه من وزاره الثقافه طبعا، وفي تعاون فوق العظيم مع وزارة الثقافة. طول ما انت اي حد ماشي على الممشى او في الفاستيف اريا اللي هي المنطقة الترفيهية، هيلاقي عروض بقى للسيرك او عروض لفرق فنون شعبية او عروض ميوزيكال. مش قادرة اقول لكم، كأنه كارنفال مفتوح الحقيقة. هو كده فعلا، عرفنا نوصل ده. كل يوم اثنين الساعة 8 في المسرح الروماني بيبقى فيه حفلات لأندرجراوند باندز او رابرز مصريين، شباب جديدة، فرق جديدة، بنبقى عايزين نوصلهم للناس ونوصل الناس بيهم. دي بتبقى برضو حفلات بدون اي رسوم. ففكرة انه هنا حد يجي، حتى زي ما انت قلت، لو مش حابب يحضر حفلات، المناطق كلها مفتوحة، ما حدش هنا هيجي على مين، حد يسأله انت رايح فين او جاي منين. يقدر يخش اي حتة ويتمشى في اي حتة ويقعد في اي حتة ويستمتع بأحلى جو في العالم. يعني لما ببارك لك مره تانية على الرول الجديد بتاعك، بجد بنشكرك على التوضيحات الكتيره اللي انت قلتها لنا، واكيد كل المشاهدين اللي بيتفرجوا علينا دلوقتي اللي عايز يعمل اي حاجه ويحضر اي فعاليه، انت وضحت لنا كل حاجه بتحصل في المهرجان. بشكرك لما جبريل المتحدثه باسم مهرجان العالمين وطبعا الاعلاميه الشاطره جدا.